السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين حافظ الراجي، يعني وين يعني التصريحات تاعو، وين قال لكم 30 سنة يعني وأنا في الإعلام لم أشاهد ما يحدث مع فشل يعني هذا المشرف. وصح يعني نقول لكم كيفاش كاين لي مسكين. درك نقول لكم واحد القصة اللي بدا راني نقول لكم عليها. كاين لي على بالك كان بكري، قال لك بكري قال لك لازم، والسيد هذا قال له لازم تحترم الحمار كي يهدر، الحمار كي يهدر لازم تحترمه، خاطش عندنا الناس في المواقع والناس في اليوتيوب راهم يهدروا، أيا والناس محترمينهم، راكم دايرين احترام كبير ما شاء الله. يعني الناس هذو اللي يجي كان اللي يجي يقول لك كيما هكا مدرب هذا خسر غير خمسة كانت كافية لتحطيم كل شيء، يعني خمسة كانت كافية لتحطيم كل شيء. يا ودي غير ثلاثة تاع لي بارتي، غينيا استوائية، كاميرون والكوت ديفوار، ثلاثة برك كانوا كافيين. يعني كون خسرنا كيما الكاميرون خسر من وخسر من كيما تونس خسرت، المغرب خسرت، تونس وشو وين وصلوا، غانا خسرت، نيجيريا خسرت، غانا دارت ماتشني في بلادها، دارت 0-0 في بلادها، وبرا مع نيجيريا دارت وراحت كاليفات، مصر كيسموها تونس ما ربحت كاع، انتوما شفتوا تونس ما ربحت؟ تونس ما ربحت، مشي هي من ماركات، ربحوا كيما نقولوا ماركاو المالي ماركات الروحة وداروا 0-0 وراحوا لكوب دي موند. ولعبوا امام باطل فرنسا وربحوه امام باطل العالم يعني 2018 وربحوه 1-0. انتوما هذه شتو كاينه هذه صرات. بصح حنايا ربحنا 35 مباراه الا فان شتي، لا تفرجنا في الغاشي، تفرجنا دوزيام تور كوب دافريك، كاردو فينال كوب دافريك، دومي فينال كوب دافريك، فينال كوب دافريك وراء التلفاز يعني، وزدنا كوب ديمون تفرجناها وراء التلفاز، وكان عندنا 35 مباراة. أيا السيد هذا نجيكم على السيد اللي بغى يبيع الحمار تاعه، الحمار بغى يبيع الحمار، على بالك شتا قالو، قالو لازم تحترم ذا الحمار، لازم تحترمه، قالو أنا نحترمه، قالو شو مين تدي عندك للدار احترمه. أيا جاب له الماكلة منه في الليل، مين بغى يربطه يعني الحمار ولا ما بغاش ولا يراخر في راسه ولا منه، راح عند جاره قال له دير الحمار تاعك ولا عمي، قلت لي احترمته، قال له احترمته، جبت له الماكله، جبت له من قال له ما بغى، بغيت نربطه خبته، قال له لا زيد احترمه، ما ديلوش الخرده، قال له ما ديلوش الخرده، قال له ما ديلوش الخرده، قال له غير هكا بين له في راسك باللي راك تربط فيه، ايا وروح وخليه، قال له ما يهربش، قال له بين له، يقول لك احترمه ما ديلوش كورده، محترمينهم حمار محترم، حمار بصح محترم يعني محترمينه، ما يديروش كورده، ما يربطوه ما والو، بصح محترمينه. الصباح مي جا صابو في بلاصتو، اي فرح بغا غير كيما هكا ركب فوقو، قال له الرا ولا ينقص فيه ما بغاش يمشي، ضربوه ما بغاش يمشي، راه عند مولاه قال له ودي احترمته ما درتلوش، قال له الصباح بغيت نروح نخدم على روحي ما بغاش يمشي، قال له البارح في اللي قال له درت له الكورده غير بالخيال هكا بينت له بلي، قال له هو، قال له روح حلو غير بالخيال يمشي وحده، راح حلو صابو يمشي وحده. هذا الناس اللي ما روحناش كوب دي موند، تبهدله في الكوب دافريك، مستوى المنتخب الوطني راه غير مهود، مستوى المنتخب الوطني راه غير مهود. وشاهدنا الحاجه اللي تهبلك، شاهدنا خسرنا امام غينيا استوائيه، الناس تفرق، شكون الاعلام يعني مسانده كبيره لهذا المشرف، بصح شتايا لا يعني ومكاش مستوى، يعني من كنا نربحوا بدون مستوى بدون عنوان، نربحوا بدون عنوان، المهم نربحوا يخرجوا الذباحات يذبحوا وصايف، هذا مكان حاجه واخده اخرى، مكاش حاجه واخده اخرى، مكاش كاع كيما كانوا يقولوا لكم الماتش في الجيب، الماتش تاع الكاميرون في الجيب، رانا معاودين وصاي سيبو راه منا كان والو. وين عاد المعلق الرياضي عبر قنوات بي ان سبور ليثير الجدل بخصوص علاقته بالمدرب بهذا المشرف باطلاق تصريحات مثيره. صح عبد الرعدي هذا من الحقيقه، وهذاك شاهدت انا واحد الناس في اليوتيوب، هذوك اللي صارين كي الحمار على بالك يدوروا كلش بصح حمار ماشي مربوط نورمال، المهم في المخيلة تاعو راه مربوط، رابطينهم خاطش علاه دايرين لهم مشاكرة مع
ناس هذوك اللي ركبوا في الكار وراحوا حلف الناطو قالوا لهم ضربوا لنا الجزائر، هذوك اللي مقاضبين هذو الناس يعني ما واقع في اليوتيوب ولا في المواقع في الفيسبوك ولا قاضبينهم يمشوا فيهم دميات. خاطش على هذا المشرف دايرينو بيظلم دايرينو يعني بشاك في الزويجه، حاطينه بشاك في الزويجه هذا مكان بلا ما يفيق هذا المدرب. هذا المدرب علاه ناس راهم يعطوا في الدراهم، اقعد برك هو صايب الدراهم صايب غرور بعض قاضبوا الغرور. هذه هي القصه يعني متلقي هذا الدعم. وشاهدت انا واحد رسلوا لي واحد المقطع قال له حافظ الراجي قال له ميشت الشعب كومبلي مع لا الشعب وين في المواقع ولا في الواقع؟ الواقع حاجه وحده اخرى، الواقع الناس كاع فايقه، الواقع كانوا في براقي ولا يقولوا له الله اكبر بوقره، الواقع 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 ولا يقولوا له الله اكبر بوقره. لا ما تحلم انت ميت قول انت برك قول انت ولا الناس اللي راك عارفهم انتيا. انت ماشي كاع الشعب الجزائري انت تحكم انت. انا لليوم ما نقولش الشعب الجزائري راه ضده ولا الشعب الجزائري راه معاه، ما نقولش انا. الله يسهل الله يسهل. انت كيف تحكم على الشعب انتيا باللي الشعب هذا راه مع كاع مع هذا المشرف هذا؟ لا ما تحكمش. انا ضده، انا ضده خاطش عليه عارفه لازم له قرايه، لازم له يروح يقرا. هذه هي. وأدلى معلق شبكة قنوات بي سبور قطرية حافظ الراجي بتصريحات حول يعني هذا المشرف في غرفة صوتية مباشرة على منصة تويتر نشرتها حساب دي زاد الشعب يعني، وفي حديثه عن مشوار هذا المشرف يعني مع كتيبة محاربي قال الراجي إنه يمتهن الصحافة منذ 30 عام لكنه لم يشاهد أبدا أي مدرب تلقى الدعم والمساندة مثل ما حدث ويحدث مع هذا المشرف. يعني صح صح صح. انت كيف انت هذه حاجة كي انت تخسر انت ماتش باراج انت وبعد يخرجوا ناس يبدأ يقلزولك ويحصلوا في الغاشي كاع الربحة دايرينها للمدرب والخساره دايرينها هو، ما هو خساره يتبرأ منها يعني نورمال. نهار اللي خرج قالوا له علاش شاب دين عمارة قال لهم ناقص تسيير وناقص منها، وانت مدرب انت باهيك ناقص، انت باهيك ماشي مدرب كاع، انت عند المدربين ماشي مدرب، انت عند المدربين ما راكش مدرب، انت الناس تضرب عليك الطبل كي تلقاك. انا نقول لك والله يضربوا عليك الطبل أقل عليه عشان نقول لك. وأبدأ استغرابي الكبير من تلقي هذا المشرف لكل ذلك الدعم التي وتلك المساندة من مختلف شرائح في الجزائر رغم نكستين نهائيات كأس أمم إفريقيا والكاميرون وعد ببلوغ كأس العالم قطر يعني. وتابع خريج مدرسة التلفزيونية الجزائرية أنه عاش لحظات إقالة مدربين كثر رغم هزائم وصفها بالبسيطة مقارنة الأمر بالدعم الكبير والذي يلقبه الجميع على حد قوله. وكان الدراجي قد أثر جدال كبير خلال نهائيات منافسة كأس العالم قطر عندما أدلى بتصريحات مثيرة حول منشور يعني مشوار هذا المشرف مع المنتخب الجزائري في حوار خاص بقناة العداء، وقال وقتها أنه لو كان مكان المدرب يعني لرحل عن تدريب المنتخب الجزائري بعد نكسة الكان 2021 ومونديال 2022. يا ودي خلوه. ويقارع اللعابة غادي يعاودوا يردوه، لعابة جايين يا ودي راه حتى هربت انت هي هربة وتبغي تقلبها ما غاديش تنقلب لك. انت المدرب هي هربت وانت بصح غادي الطيحة تاعك راك تشوف هذو لهم يقول لك او الشعب كاع معاه هذو. انا نقولها لك انت المدرب راك تشوف هذو لهم لاعبينها معاك عم قاضبين المظلة تاعك غادي شوية ريح يقلب ذيك المظلة شوف غادي يدوروا عليك. ومنعت في 2022 كوب دافريك اللي فاتت يعني شتم كي داروا عليك لا لازم تسمع للشعب. كانوا يقول لك مكاش خط احمر بعد يقول لك لا لازم تسمع للشعب كيما ذاك 106 هذاك بوكلبا كانوا يقولوا هذا يكرهوا النجاح. من بعد شتي يا اخويا باش تيلا ولا يقول لك لا لازم تكون تسمع للشعب. هاك غادي يديروا لك هذو هما اللي غادي يقلوك غادي تحير في راسك تقول بالك مشي هو بالك ناس وحده اخرين
نحاربوهم كلاب. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وصحه رمضانكم خوتي.